السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ لقمان آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 20 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. الم تروا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمه نعمه عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالعروة الوثقى. بالعروة
فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد الحميد إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله من بعده سبعة أبحر
كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري خبير وأن الله بما تعملون خبير وأن الله بما تعملون خبير وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات
صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين كالظلل کاف کو موٹا نہیں کریں گے، وا کو صرف موٹا کریں گے، کالظللی کالظللی وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين مخلصین، خواب قلقلہ نہیں کریں، مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد 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 دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ كل ختار كفور إلا كل ختار كفور پھر سے پڑھیں إلا إلا كل ختار كفور ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن
الحق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور بالله الغرور بالله الغرور غاني غا بالله الغرور بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ماذا تكسب غدا ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته